عيسى تكلم في القماط بمهده، وليوسف شهد الرضيع وتمتما، لكن فاطمة ببطن خديجة من مثلها في العالمين تكلما. هذا القليل بفضل آل محمد، والله أفردهم بأسرار السماء. ماذا على من لو يمر بذكرهم صلى على آل النبي وسلم. اللهم صل على محمد. لو أن من قمر العشيرة كان لي كف فجرت من القصائد زمزما، لو أن من قمر العشيرة كان لي كف فجرت من القصائد زمزما، وبها على حب الحسين سقيت من صلى على آل النبي وسلم. ماذا سأهدي للنبي هدية، قد حيرتني روحه القمرية. أهديه وردا والورود كفوفه قد لونت بعطائه البشرية. أهديه شعرا والقصائد كلها سجدت إلى أبياته الغزلية. أهديه عطرا والعطور جميعها ذابت على أنفاسه العطرية. أهديه تمثالا إليه وما ترى سيكون مثل النسخة الأصلية. أهديه عمري والسنين تقزمت مني أمام حدوده الأبدية. أهديه جوهرة وأية درة ستكون قدر طباعه الذهبية. ووضعت كفي فوق خدي حائرا، ووضعت كفي فوق خدي واسمه متعلق بحبالي الصوتية. هذا هو الحب الذي أوصافه طبعت على أحماضي النووية. فالحب رعشة جبرائيل إذا أتى لأبي البتول بسورة مكية، والحب حيرة عاشق بغرامه قد كهربته الصعقة العذرية، والحب مغنطة التجاذب في الهوى والقفز فوق حدودنا الزمنية.